لا دعونا نستضيف على الهاتف الأستاذ أحمد المحمد، والد 3 طلاب في المدارس، بالإضافة لكونه يدرس بالتعليم المفتوح مع زوجتي. تحياتي أستاذ أحمد. تحياتي لك أستاذ بلال. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. لمستمعي قناة مسك والكادر العامل في قناة مسك. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا سيدي. الله يسلمك أستاذي الكريم. يعني لو تحدثنا عن قصتك، كما ذكرنا ما شاء الله تبارك الله 3 طلاب، أنت وزوجتك أيضا تكملون تعليمكم عبر التعليم المفتوح، 5 أشخاص في ما شاء الله يعني صراع تعليمي إن صح التعبير. ماذا والله كيف يكون يومكم حقيقة؟ والله يعني الحمد لله، في أنا عندي 3 أولاد بالمدرسة، ومن جديد يعني طلعنا قبول أنا وزوجتي في جامعة الأناضول والتعليم المفتوح. فيعني كان عندي أنا 3 أولاد بالمدرسة، بنتين بنفس الصف، يعني وهي كانت شوي تخفف علينا الحمد لله. إيه بنفس الصف يعني بنفس المرحلة. يعني أيوة بالصف ما شاء الثالث. الله. ومبارح طبعا في ابني الثالث بالحضانة. كمان مبارح خبرتنا المعلمة أنه صار التعليم عن بعد، وتعالوا خذوا الشفرة عشان صار بده يدرس يعني عن بعد. طيب يعني ظهرت هاي المشكلة يعني، وما يعني زالت علينا المشاكل، انه كانوا البنتين يستعملوا جهاز الامهم يعني. طيب هو بالاساس الجهاز يعني التلفون يصير شاشته صغيرة، يعني الطالب ما فيه يركز. صحيح. ممكن يركز 5 دقائق 10 دقائق، لكن درس مدة يعني نص ساعة او اكثر، فكان عن جد مشكلة يعني. طب شو حليتوا؟ يعني شو عملتوا حلول لهذا الموضوع؟ والله بالنسبة لي انا وزوجتي جبنا كتب ورقية درسنا فيها يعني، والان الاولاد يعني عم نور ويمامة عم يعني. استاذ اخي احمد، يعني انت قلت جبت كتب ورقية، طب ما انت عندك محاضرات وزوجتك عندها محاضرات، يعني كيف؟ صحيح. والله ما نعرف يعني، ما يعني يعني عن جد مشكلة. بحثت عن مثلا محلات بالأقساط يعني تبيع أجهزة، والله ما لقيت يعني. كل مجرد أنك تسأل سؤال في حدا يبيع تقسيط مثلا، في ناس تضحك أو تتبسم أو هيك يعني. طيب. إيش عم تحكي يعني؟ فوالله مشكلة يعني. يعني أنا أريد أن أسألك سؤال أخي أحمد، يعني طبعا. إذا أنت عندك الله يحفظهم بنتين بنفس الصف، ومثلا أيوة. طفل الآن بالروضة. طيب يعني ما عندك لابتوب بالبيت؟ والله ما في لابتوب. طيب. ولا في ولا يعني تابلت. طب أنت مثلا يعني مثلا ذكرت أنه ذهبت لي تسأل عن بعض المحلات إذا بيعطوا بالأقساط. طب ما في حدا مثلا من الأهل موجودين ممكن أنك أنت عندهم أجهزة زائدة ممكن تدين مبلغ ما وبعد ذلك ترجعه بشكل مريح يعني؟ والله أستاذي يعني الموضوع هيك معقد شوي يعني. ليش معقد؟ بس يعني أنا يعني ما التعقيد في أن تذهب وتطرق باب أحد من أخوتك؟ أنا ما بعرف إذا في أحد من الأهل موجود هنا، تطرق باب وتقول له يا أخي بدي منك 2000 ليرة، روح اشتري تابلت او اشتري لابتوب مستعمل مثلا. اين المشكله؟ المشكله انه انا الان اعمل في مدرسه، يعني اعمل في الصيانه في مدرسه، واحتمال في الاغلاق الماضي سكرت المدرسه وصرفونا. طيب. من العمل. طيب. والان ممكن يعني احنا عم ننتظر قرار اليوم او بكره بخصوص عملنا، ممكن ننصرف كمان من العمل. طيب. مثل المره الماضيه. ف يعني ما اعرف والله، بلكي انه يعني في مثلا مؤسسات يعني او بعض القصوص او كذا. ما هو هذا سؤالي، يعني انت في حال اغلق العمل عندك في المدرسه هل ستوقف التعليم؟ والله يعني على الاغلب ما حتكمل يعني؟ يعني بدي اضحي بالحلقه الاضعف، ربما جامعتي او انا وزوجتي، ونعتمد على الاولاد يعني نأمنهم. يعني ايه يعني انت في عندك خيار موجود وهو انك توقف تعليمك وتعليم زوجتك كرمال انه اذا بلغوك بالمدرسه انه ما عاد في شغل. بالضبط بالضبط، بدي ابحث عن عمل جديد، يعني تعرف انت مشاكل العمل وكورونا ومعامل. طيب معلش حاسالك سؤال، شو علاقه زوجتك بانك انت تغلق انه انت ما عاد في عمل يعني؟ لتبحث عن عمل مثلا؟ انا بدي ابحث عن عمل اكيد يعني، لانه نحن
أنا مثل كثير من الشباب الموجودين يعني لا ضمان ولا سيجورتا ولا شيء، يعني يصرفني صاحب العمل بأي دقيقة، يعني لو أي غلط أو أي كذا يقول لي يعطيك العافية، وحتى ربما ما يقول لي يعطيك العافية بآخر رسالة يعني على الواتساب أنه لا تجي. أستاذ يعني أستاذ الكريم، يعني أنا ربما لا أستطيع أن أوافقك شخصيا يعني كل الرأي معك بأنه كرمال أنه أنا ما أطرق باب أحد من أخوتي وأستدين منه مبلغ أقل ما فيها، إذا مو لإلي أو لزوجتي أقل ما فيها للأولاد مثلا، لو أنا استطعت أن أخي مثلا وضعه أفضل مني قليلا أخذ منه مبلغ اشتري لابتوب مستعمل، هذا اللابتوب قد يساعد الأولاد في الدراسة، قد يساعدني أنا، يساعد زوجتي، وطبعا أخي ما حيجي يقول لي ربما هكذا أظن لما يشوفني بضيق مادي ويقول لي أخي أنه لا بدك تدفع لي وإلا راح يرفع عليك قضية ماذا، صح ولا لا يا أحمد؟ والله صحيح أستاذي. طيب لماذا لا تفعل هذا الأمر يعني؟ يعني أنا والله مريت بظروف أصعب من هذه الظروف يعني إن كان بالحبب أو الآن، لكن الحمد لله ما طلبت من حدا ولا يعني متعود يعني أني أطلب من حدا، وربما إذا طلبت من حدا يعني تتأمن، لكن أنا إذا وصلت لمرحلة الإغلاق يعني التام صراحة أضطر أطلب يعني ولو من صديق أو من أخ أو من أحد الأقارب يعني لعله هذه وجهة نظر أحترمها، لكن أنا متأكد بأنه حتى من يسمعنا ويتابعنا بأنه التعليم تعليمك الجامعي وتعليم زوجتك بسبب أن تطرق باب استدانة من أهلك، لا أقول ربما بأنه فعلا أحتاج للأولاد، ما أظن أنه رح حدا يردك أو أنه هذا أنت لا تستطيع أن تقدم وتطلب، لكن لكل شخص ظروفه أخي أحمد، ولكل شخص ربما تفكيره نحترمه ونقدره. أشكرك شكرا جزيلا أخي أحمد، حياك الله سيدي. شكرا للاستضافة. الله يعطيك العافية. يا هلا ومرحبا. بأمان الله. مع السلامة.